عودة للمتابعة. ضيفتي بالاستوديو الإعلامية ميشا خليل، درست الفنون الجميلة، تخصصت بالقصص المصورة ديسانز أنيمي، ومن بعدها درست السينما والإخراج، وبعد دخولها إذاعة مونتي كارلو الدولية درست الصحافة. أهلا وسهلا فيك. اسم الله عليك، لحقتي كل هيدول تعمليهم. بس يعني مع أنه الصحافة هي مهنتك الأساسية، خليتي لها آخر اختصاص يعني بعد دخولك لإذاعة مونتي كارلو. كيف صارت معك هالنقلة من كل مجال لمجال؟ بتعرف الصدف تلعب كتير دور بحياة الإنسان، والصدفة كانت صدفة كتير حلوة بحياتي، أنه انتقلت من أني أنا برسم كتير منيح، وكان يعني الفنون الجميلة هي أول اختصاص، لأنه عادة بيقولوا إذا الشخص عنده هالموهبة لازم ينميها، هيك صار. بس بعدين بطريق الصدفة البحتة كان في إعلان بصحيفة فرنسية طالبين صحفيين ومذيعين لإذاعة مونتي كارلو الدولية، قدمت ونجحت. فقلت بما أنه نجحت وفتت على هالمؤسسة هاي اللي أنا من أنا وصغيرة بسمع عنها وبتلعب دور كتير كان مهم بحياتنا كاللبنانيين، خصوصا أثناء الحرب. فقلت خليني كمان إلى جانب الممارسة اليومية كمان أدرس. فدرست يعني كله اللي أنت درستيه هو رسائل يعني بعالم الإعلام، يعني بيوصل بطريقة ما. كان كمان الديسانز أنيمي، قديش بعدنا بعصر الديسانز أنيمي يعني أو القصص المصورة، شو مسميون اللي كنا نشوف صورة عليها؟ الكوميكس أو الكوميكس أو الديسان أنيمي بالعالم بيسميون القصص المصورة. إلهم جمهورهم، إلهم حياتهم، إلهم كمان رسائلهم. يعني بعدتي عنهم؟ هلا القصص المصورة بدها كتير شغل، وبعدين بدها ثنائي، يعني بدها شخص بيكتب وبدها شخص بيرسم. صحيح. هلا فيك تعمل اثنين، بس إذا عملت الاثنين توصل لمحل بتحس حالك لوحدك وبتحس حالك متقوقع على نفسك. وما فيك تخرج من هالقوقعة إلا بمساعدة شخص. يعني الحلو بالحياة هو الرأي والرأي الآخر، يعني يعني التشاور، وهيدا اللي بيؤدي إلى. قدمتي مهرجانات، صار في تعاون مع فرانس 24، وكمان قدمتي عدة برامج اجتماعية فنية، يعني كان في تنوع باللي أنت قدمتي. وين هالمراحل مرقت وأنت وين أكتر شيء يعني بتلاقي حالك؟ صحيح، كان كمان نرجع على قصة الصدفة بالحياة. هلأ التعاون مع فرانس 24 لأنه نحن تحت مظلة مؤسسة فرنسية، نحن تابعين للإعلام العام. نعم. الحكومة بفرنسا، فرانس بيدياموند اللي بتضم فرانس 24، إذاعة فرنسا الدولية، وإذاعة مونتي كارلو الدولية. فهالتعاون بين هالمؤسسات أو هال إذا بدك غرف التحرير المتعددة، إن كان تلفزيون أو إن كان إذاعة، هو اللي فتح أمامي أبواب ونوافذ وشبابيك، خلتني انزل على الأرض. يعني أنا بحس حالي أكثر مراسلة صحفية ميدانية أكثر مني صحفية وراء مكتب. أوكي. وهيدا الشيء يعني فتح أمامي أبواب السياسة، أبواب العلوم، كل شيء له علاقة بالتمارين الصحفية اليومية. نعم. ولكن الثقافة بتضل هي أهم شيء، لأنه أنا بعتبر أنه من خلال الثقافة، كنت حضرتك عم بتقول قبل شوي مع يمنى، أنه لغة العنف ما بتوصل لمحل. صحيح. وعطول كل الرسائل اللي بتمرق بضحكة، بتمرق برسالة بسيطة جدا، بتمرق أيضا بكل وسيلة فنية ثقافية موسيقية بتوصل الرسالة بشكل أفضل. إيه، لأنه بتفوت دغري على عواطف الشخص، بتفوت على قلبه، بتخليه يحس إنه هو مندمج مع محيطه. فأنا حبيت إنه من خلال الثقافة وصل هالرسائل هيدي. هلأ في كتير ناس بيوصلوا رسائل من خلال مجالات أخرى. قبل ما فوت على مراسي هيك بدي أحكي شوي عن مونتي كارلو. يعني هالمنصة أو هالإذاعة وين موقعها حاليا؟ مين مستمعينا؟ شو مواضيعها؟ لوين عم تروح بالمواضيع؟ هي
هي موجهة للبنان، للدول العربية، لفرنسا، للجالية، لمين يعني هالإذاعة؟ قبل ما تجاوبيني، بعد معكم الإعلامية جابل طيف؟ أكيد جابل طيف بعد معنا، وهي عميدة هالإذاعة فينا نقول، لأنه أنا وقت فتت كانت بالنسبة لي جابل طيف شخص يعني رافق طفولة كتير ناس، وكانت هي يعني من الإعلاميين الأوائل بلبنان. شو نوعية البرامج اللي بتقدمها جابل؟ حاليا بتعمل حوارات مع شخصيات طبعا مهمين، وإذاعة مونتي كارلو الدولية بتضم صحفيين من كل العالم العربي. رسالة مونتي كارلو هي طبعا إذاعة فرنسية ناطقة باللغة العربية، وبالتالي بتحمل قيم الجمهورية الفرنسية اللي هي حرية، مساواة، إخاء، حرية التعبير، كتير مهمة بالنسبة لنا. ومنتوجه لكل البلدان العربية، لأنه الإذاعة هي بانراب يعني. وعندنا تقريبا 13 محطة اف ام، يعني عندنا محطة اف ام ب 13 بلد عربي إضافة طبعا إلى لبنان. وطبعا بتناول كل المواضيع، إذا عم نحكي من ناحية ثقافية بتناول كل المواضيع اللي لها علاقة بكل هالبلدان هيدي. بعد مونتي كارلو فقط صوت بلا صورة؟ هي صوت بالأساس، ولكن هلا طبعا كل واحد لازم يتأقلم مع العصر اللي هو ماشي فيه، مع السوشيال ميديا. فنحن عندنا وجود كتير قوي على السوشيال ميديا، وبنعمل مثلا أنا ببرنامجي بعمل كتير مثلا فيديوهات، مقابلات عبر الفيديو، بنعمل الإذاعات تعمل ستريمينج يعني بنفس الوقت أنتوا عم تطلع برنامج وطالع على الويب سايت كمان مباشر مع صورة مع صورة مع صورة. ولكن بالأساس يعني طبعا الصوت لازم يكون هو يعني الهم الأساسي بالنسبة لإلنا. يعني ما فينا مثلا نطلع صوت منه كتير منيح على الإذاعة فقط لأنه في صورة، يعني لازم نلاقي الحل البسط على كواليتي الصوت. طب الصوت أو الصورة؟ ما فينا نستغني عن الصورة، بس الصوت كمان له أهميته. الصوت يعني أنا اشتغلت الاثنين، بس بلاقي في حميمية معينة بالصوت، فيك توصل أكتر للمستمع اللي عم يتلقيك. ليش؟ لأنه بيكفي أنه يغمض عينه ويسمع ويسمعك. بس أي أصعب على الإعلامي؟ يوصل المساج. الصوت. صوت، لأنه بده يقنع بس بالصوت. ما عنده البادي لانجوج اللي عم يفهمه، لأنه بالصورة في كتير أشياء ثانوية ممكن تلفت لك نظرك، وإذا لفتت لك نظرك ممكن يعني تغفل عن صوت المذيع اللي عم بيقدم. بس الإذاعة إلى أوقات صار يعني هلأ هو عصر الصورة، يعني في طبعًا عندك طبعًا يعني مما لا شك فيه الإذاعة بأوقات معينة، الواحد بالسيارة رايح على شغله راجع من شغله، يعني بالسهرات القعدة البيت، هل ممكن الإنسان يفتح إذاعة؟ لا، مش بالبيك تايم، يعني انه على الساعة 8 بدك تسمع نشرة اخبار، ما رح تسمعها على الراديو، رح تسمعها على تلفزيونات. كمان رح تسمع، كل بلد عنده خصوصيته، يعني انت اذا بدك تعرف اخبار لبنان ما رح تسمع مونتي كارلو مثلا او اي اذاعة تانية عشية بالليل، بدك تسمع المحطات والقنوات اللبنانية. كذلك الامر بالاردن او باي بلد اخر. ولكن الراديو مثلا مثل ما ذكرت بالسيارة انت ورايح على شغلك، ما في تلفزيون، ما في حتى حصوب انه حطيت شاشة بقلب. هون بياخد حيز اكبر، يعني بياخد حيز اكبر بشكل كبير. وباخر الليل مثلا شخص عم يدرس، شخص مثلا هيك لحاله. بتعرفي الموجة بلبنان قديش؟ اكيد عندنا كذا موجة، عندك بيروت، صيدا، زحلة، جزين 103.3، عندك النبطية 103.1، وعندك طرابلس 103. حضرتك دايما بالبرامج اللي بتختاريها في رسالة ثقافية، فنية، اجتماعية، تراثية، وهيدا اللي صار معك هلأ بالبرنامج الجديد مراسي. يعني قديش صعب اللي رح تنقليه من تراث وثقافة بلدان ومناطق رح تزوريها حول العالم، مش بس بفرنسا يعني تقدر تنقل الصورة من خلال الصوت. أول شيء رسالة، مثل ما قلت لك قبل ما بلشت، إنه رسالة بالثقافة بتوصل أكثر. هلأ في صعوبة كيف إنه يعني خصوصية برنامج مراسي إنه هو صوت
من لا صوت لهم نوعا ما. نعم. يعني كليشيه نوعا ما بس هو مزبوط لانه اوقات كثير هذا واقع مش كل شيء هذا لازم يكون في عالم ما عنده صوت لان في عندك كثير فنانين بحاجة انه يوصلوا صوت وعندهم صوت حلو يعني عندهم شيء يقولوا وهو حلو فعلا. هلأ وين الصعوبة؟ الصعوبة كيف انه لانه كمان خصوصية برنامج مراسي انه بتناول فنانين جايين من مختلف البلدان العربية فعلا من مختلف البلدان وهيدا شيء انا بصر عليه لانه كمان في اصوات مجهولة باليمن مثلا بتصنفي برنامج فني ولا ثقافي ولا اجتماعي؟ ثقافي ولكن عنده تشعبات ممكن يكون مثلا بعطي مثلا اذا عندي فقرة اسمها ثقافات متمردة باخذ من خلالها الفن اللي رسالته يبحث ويلقي الضوء ويسلط الضوء على قضايا إنسانية البيئة الحياة الاجتماعية الفقر البطالة العنف الإرهاب يعني كل المواضيع الراهنة ولكن من خلال الفن وكيف ممكن من خلال الفن نقدر نعبر عن هيدا الشيء. هلأ الصعوبة كيف ممكن لمستمع لبناني يهتم بفنان يمني مثلا لأنه ما مش ممكن أو مش يعني ممكن يكون في نقاط مشتركة بعيد الثقافات أو لا مش بعيد الثقافات بس يمكن الموضوع مثلا ما يهمه للمستمع اللبناني كيف أنا بدي أقرب هالمستمع اللبناني للفن اليمني أو مثلا الموسيقى التقليدية الخليجية كيف ممكن أقربها لمستمع أردني يعني كيف جمعت الداتا اللي عندك؟ كتير بشتغل أنا كتير بشتغل على الكونتاكت الإنساني يعني أنا كتير بتصل بالناس لأنه بنزل على الأرض لأنه صحفية ميدانية أكثر مني صحفية وراء مكتب بحب كتير العلاقة مع الناس فسافرت كتير وعملت غطيت مهرجانات كتير بالعالم ومش بس غطيتهم يعني كان في عندي هالحشرية وهالفضول انه اتصل بالناس احكي مع الناس فجمعت اذا بدك تعرف يعني كل ما بتروح لمحل بتعمل هالداتا او بتعمل كارنيه دغاس نحن بنسميه بالفرنسي وبعدين مثل ما حضرتك تعرف حضرتك كمان تشتغل بهالمجال حدا بيحكي قدامك كلمة موضوع بيلفت لك نظرك كيف تتعمق فيه عندك حرية الاختيار ضيوفك وعندك حرية اختيار مواضيعك مراسي متى عم ينبس؟ مراسي بينبس كل يوم هو برنامج يومي بده 53 دقيقة 53 لأنه في عنا نشرات أخبار 6 دقائق يعني بشبكة برامج جديدة يعني في عدة برامج اجتماعية توك شو الصباح علوم في عنا كذا برنامج وفي على مدار الساعة في عنا 6 دقائق نشرة أخبار ف 53 دقيقة كيف ببلش وكيف بكمل شو منسمع بمراسي مراسي عطول ببلش بجملة لقول مأسور أو مثلا جملة لأديب أو فنان موسيقي وبعدين في عندي تقريبا 12 فقرة بس مش كلهم طبعا بقلب البرنامج بختار كل مرة فقرتين ثلاث فقرات حسب المواضيع اللي بكون متناولتها وحسب أهميتها وجديتها أو خفتها وبختارها بحب أنه هيك ألفت نظر المستمع اللي عم يتابعني أنه هلأ شو محضرتنا شو هن الفقرات اللي محضرتنا إياها وحسب الفقرات طبعا في موسيقى الموسيقى هي مهمة جدا وبعدين فكرة المرسى بحد ذاته من مرسى لمرسى والمرسى هو مثل استراحة صغيرة صحيح. يعني نلتقى واحد يرتاح واحد هيك يسترخي يعبر عن يسترجع قواه قبل ما يرجع ينطلق حضرتك لبنانية عايشة بباريس يعني بس أكيد يعني هل ينعكس الوضع اللبناني على وجعك على قلبك على برامجك على تعبيراتك على العبارات اللي بتتناوليها وتنقليها حتى يسمعوا يعني الصوت إذا عم تقولي أنت لكل الدول العربية أكيد هلأ نحن بنحكي بالعربي النحوي بس الكتير قريب يعني في ممزج بين اللهجة
هيدا اللي بدي أقوله. أكيد بنعكس، يعني أنا مثلا في أعطيك مثل كتير مهم بالنسبة لإلي وكتير أثر فيه كتير، هو الذكرى الأولى لانفجار بيروت، مرفق بيروت. أنا جيت غطيت، بقينا تقريبا 10 أيام هون بلبنان، ونزلت على الميدان، نزلت حكيت مع الناس. أصلا يعني وقتها صار الانفجار مثل كل لبناني وين ما كان بالعالم حسينا يعني مثل آخر الدنيا بالنسبة لنا. ولكن ترجع بعد سنة تنزل على الأرض تحكي مع الناس، تسمع وجعهم، تبكي معهم. يعني عن جد في ناس بلووا القلب كيف كانوا عم يبكوا بهديك اللحظة. هيدا أقل الأثار يعني عن جد. وأنا عملت غيرت كسرت البرنامج شوي، عملته مثل غران روبورتاج، يعني روبورتاج كبير 53 دقيقة بس، نزلت حكيت مع الناس، نقلت وجعهم، حكينا طبعا عن الثقافة، صعوبة الثقافة بلبنان إن كان بأزمة كورونا أو كمان هلأ من الوضع اللي عم نعيشه، الأبنية التراثية بلبنان شو صار فيها من بعد انفجار بيروت، الناس كيف عم بيعيشوا حياتهم. يعني فعلا كان المغترب بيعيش اللحظة ولا بيعيش بس يسمع الخبر؟ يعني دايما لحظة بلحظة عايش مع وجع لبنان، ولا بس يسمع الخبر بيتأثر بوقته وبيكمل حياته؟ اللبناني كلبناني، كلبناني مغترب عم بحكي، ما بعتقد. بعتقد انه خصوصي هلأ مثل لانه في عنا هالعلاقة، علاقة حب كراهية بلبنان، اللي بدي اقوله انه منحبه كتير بس بذات الوقت عم نعاني من كل شيء عم بعيشه لبنان حاليا من اللي مستلمين هالبلد. يعني اللي بدي اقوله انه بيقولوا لبنان اللبناني مطرح ما بتزته بيجي واقف، هو مزبوط، ولكن عنده هيدا حد سيف ذو حدين. لأنه إذا كل مرة بتتأقلم فبصير وين مين مكان، يعني تعودوا عليك بيتمادوا معك، بيقولوا لك خلص هيدا شو ما عم نعمل له بيتأقلم بيتأقلم وكيف ما نكبه بيجي واقف. يعني المصيبة بتصير لا سمح الله، يعني بأي بلد عربي بينحكى عنا أشهر أشهر، نحن عنا المصيبة بتصير وبنكمل حياتنا بشكل طبيعي. هيدا أهمية لبنان. يعني صدقني لأنه أنا عايشة برا بشوف شوف اللبناني كيف بيتميز، بشوف كيف بيقدر يعبر عن حاله ويضل ماشي. وهذا شيء يعني بعتقد انه كل شخص بيتغرب بيكون وحابب يتغرب بيكون في عنده هالقدره. انت بلبنان هلا عم بتحضري حلقات مراسي كمان؟ ايه، يعني بتعرف يعني نحن بنقول رحنا فاكانس رحنا عطله بس عم تشتغلي بضل راسك عم يشتغل، بضل تقول هيدا ضيف منيح، هيدا موضوع مهم، يلا خلينا نحطه على جنب. فبضل هيك في هال يعني برنامج عم تقولي يومي 5 أيام بالاسبوع ولا 7 أيام؟ في عنا جمعه بنشتغل 5 أيام وجمعة 4 أيام بس طبعا في إعادات الويكند. إعادات الويكند يعني مش سهلة واحد يكون جاهز ل 53 دقيقة بمواضيع مختلفة بكل حلقة، يعني ليكون جاهز يوميا. يعني بتلحقي تسافري من بلد لبلد يعني؟ إيه، لأنه بنعمل بس مباشر من مطرح ما بنكون كمان بنحضر حلقات مسبقة، بعدين في فريق عمل طبعا معي. ممكن يكون حلقة مباشرة كمان؟ كله مباشر. كله مباشر. بس إذا مثلا مسافر طالع بالطيارة رايح على الأردن مثلا تتغطي فعاليات مهرجان معين، فينا نسجل الحلقة ونحطها. ميشا أنا بدي أتمنى لك كل التوفيق، انبسطت فيكي معي بالستوديو، جود لك. تحياتنا لكل فريق عمل مونتي كارلو الدولية، ووصلي لي سلام خاص من القلب يلي أنا عندك معزة خاصة كمان للإعلامية الكبيرة جابي الطيف اللي هيك وجه بهيك خليني كمان ابتسم مثل ما وجهك كمان خلينا نبتسم اليوم. ونسمع صوتك دايما إن شاء الله. ميرسي، شكرا لك جزيلا.